السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. بعد طول ترقب وانتظار ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوة المقدمة في جلستها لهذا يوم الأربعاء، دعوة حل البرلمان معللة ذلك بقضية السند القانوني الذي يمكنها من تلك الخطوة. ورغم أن القرار جاء مطابقا لكثير من التوقعات والقراءات التي ذهبت لهذا المنحى، إلا أنه أعطى الضوء لرسم خارطة جديدة للمشهد المؤزم في العراق، فهو قرب الكثير من فكرة ضرورة الاتفاق على التئام المجلس ومناقشة رأي أعضائه ولاتجاهات المرحلة المقبلة كخطوة أساس في تفكيك الأزمة الراهنة، وبعد ذلك الانتقال نحو استكمال الرئاسات التي تعطلت عن موعدها كثيراً. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، فبالتزامن مع شعيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وأفضل ما تقدم من خدمات لقاصدي كربلاء هو تثقيف الفكر، لذلك استضافت العتبة الحسينية خلال هذه الأيام مؤتمر نداء الأقصى الدولي، إذ جاء هذا المؤتمر انطلاقا من عدة معطيات بحسب ما نوقش من محاور خلاله، وأبرز تلك المعطيات هي مواجهة التطبيع مع دول الاستكبار وأهمية التعاون الدولي لنصرة فلسطين بالوقت الذي تعاني قمع الإسرائيليين وتزايد ضرباتهم القمعية. أما توقيت هذا المؤتمر جاء إلى جانب ثورة الإمام الحسين عليه السلام ووقوفه بوجه الظالمين مهما كان عددهم وعدتهم، ليكون انموذجا بالدفاع عن الحق ولو بالتضحيات الجسام. إذن مشاهدين الأحبة، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، راح نناقشها تباعا مع ضيوفنا الكرام، تفضلون بالبقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. بعد قرار المحكمة الاتحادية اللي ردت فيه دعوة حل البرلمان واللي ما يقبل الطعن أو التمييز بطبيعة الحال، فإن جميع الأطراف المتفقة والمتناظرة في الآراء والتوجهات على حد سواء أصبحت أمام مشهد مغاير تماما يفرض عليها الجنوح للحوار والالتزام بالتوصيات الصادرة من قبل المحكمة الدستورية العليا. نفتح وياكم مشاهدينا الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن يطلعنا مراسلنا علي حبيب على التفصيلات. بعد تأجيلين سابقين ردت المحكمة الاتحادية بجلسة النطق النهائي دعوى حل البرلمان المقدمة من التيار الصدري وأطراف مدنية أخرى لم يحالف الحظ في الحصول على أي مقاعد نيابية في المجلس النيابي، مؤكدة أنه ليس من بين اختصاصاتها المثبتة في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية صلاحية حل البرلمان، وأنما رسمت تلك الآلية الدستورية وفق أحكام المادة 64 أولاً. هذا القرار الذي ترى فيه المحكمة الاتحادية أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم أو كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب، وبالتالي كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهو مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته، مؤكدة أن استقرار العملية السياسية يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور. هذا القرار سيرسم المشهد السياسي العراقي خلال المرحلة المقبلة، وأولى هذه الانعكاسات ستكون عن طريق مضي المجلس بعقد جلساته وأكمال الاستحقاقات الدستورية بما ينهي حالة الخرق في المدد الدستورية. فحكم اليوم البات والملزم لجميع الجهات أعاد رمي الكرة في المجلس النيابي وألزمه المضي في متابعة أعماله. فالحراك السياسي سيكون مختلفا تماما بعد هذا القرار، ووضع الجميع أمام فكرة ضرورة الحوار لتسمية ما تبقى من الرئاسات وتشكيل الحكومة الجديدة، في حين لا تزال أعين الترقب صوب جلسة أخرى للمحكمة الاتحادية نهاية شهر أيلول بشأن دستورية قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية في حزيران الماضي من دون عقد جلسة برلمانية بنصاب كامل. علي حبيب، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، ورحب بضيفي الكريمين الاستاذ كامل الكناني الكاتب والمحلل السياسي، حياك الله استاذ. حياك الله، مرحبا بك. وكذلك ارحب بضيفي الكريم الاستاذ احمد مكيه الخبير القانوني، حياك الله استاذ احمد. حياك الله. نبدا مع حضرتك استاذ احمد حول موضوع الجلسه الثانيه للمحكمه الاتحاديه واللي ردت به هذا اليوم دعوى حل البرلمان وعللتها ببعض الاسباب، كيف تنظر الى هكذا قرار قضائي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في بادئ الامر استاذي الفاضل، ان العراق بلد دستوري ونظامي، واليات تشكيل السلطات قائمه على اساس المبادئ والاحكام التي حددها دستور العراق لسنه 2005 المنبثق عن اراده الشعب العراقي باختياره لنظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور، وان معالجه الاشكاليات السياسيه تتم وفق الاحكام الدستوريه فقط، ولا يجوز لاي جهه سواء كانت قضائيه او غيرها أن تفرض حلاً لحالات الانسداد السياسي إلا وفقاً لأحكام الدستور. حل البرلمان أستاذي العزيز، حل البرلمان لا يمكن القيام به إلا بالطرق الدستورية التي نص عليها الدستور في المادة 64 منهم، والذي رسم آليتين لذلك. الآلية الأولى طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب موقع من قبل 110 عضو، ثم يصوت المجلس بالأغلبية المطلقة على حل نفسه. هذا الخيار الاول. اما الخيار الثاني فطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء لحل البرلمان وبموافقه رئيس الجمهوريه، ثم يقوم رئيس الجمهوريه بالموافقه على الطلب فيحل مجلس النواب. والطريق الاول حل البرلمان لنفسه هو هذا الطريق الاسلم اللي حدده الدستور في الماده 64، وان قرار المحكمه قرار صائب، حيث هي المحكمة ردت الدعوة من ناحية الاختصاص، لكنها وجهت في قرارها باتباع الطرق الدستورية، فلا يمكن حل البرلمان إلا بتلك الطرق، ولا يمكن للمحكمة الاتحادية العليا أن تفرض حل مجلس النواب كونها خارج اختصاصها، حيث أن الدستور العراقي حدد اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في المادة 93 منه، وأن قرار المحكمة بات وملزم لجميع السلطات. حينما ردت المحكمة الدعوة أصبحت الدعوة مردودة من ناحية الاختصاص، ووجهت المحكمة باتباع الطرق الدستورية لحل مجلس النواب وفق المادة 64 من الدستور. طيب أستاذ كامل، وجدت ترحابي بحضرتك ما دام أن المحكمة ردت الكرة إلى ساحة مجلس النواب بهذه الحالة، فأن الحل سيكون سياسيا أم أن الشد والجذب سيكون حاضرا في المشهد السياسي، بمعنى أنه راح ترجع جلسات مجلس النواب وينظرون بهذه المسائل او لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا ضيفك الكريم الاستاذ احمد وجمهور القناه، عظم الله اجوركم بمصاب واربعينية الامام الحسين. بالحقيقه المشكله توجد مجموعه من العقد في الناتج السياسي من هذه الفعاليات التي تجري في العراق، يعني توجد مشكله سياسيه بنيويه، للاسف القاده السياسيين مشغولين ب هوامش المشكلة ولا يتم إلفات النظر إلى المشكلة الأصلية. نتائج الانتخابات ونتائج التدافع السياسي لا يؤتي لنا بنظام قوي، لا يؤتي لنا بأغلبية واضحة، تضطر القوى السياسية إلى الذهاب إلى التحالفات. في الذهاب إلى التحالفات توجد بعض القوى السياسية غير الناضجة تتحرك حركة زئبقية، تتحالف هنا وهنا، تتحالف مع هذا ولا ذاك، تختلف مع هذا ف تنهي ائتلاف أو تحالف. هذا يؤدي إلى أن تكون نتائج العملية السياسية نتائج غير مقنعة وغير مرضية لا للجمهور، ولا تقدم للمشروع السياسي ثمرة الانتخابات. هو ثمرة الانتخابات حكومة قوية مدعومة من كتلة برلمانية كبيرة، هذا ما جاي يحصل، يعني الثمرة الأساسية جاي تفتقد. ولذا احنا بحاجة إلى حلول بنيوية، حلول تعالج المشكلة السياسية. الآن للأسف المشغولية مشغولية الحصول على عدد من النواب، مشغولية الحصول على متحالف قوي يملك عدد زائد حتى يشكل لنا أكثرية، نعين هذا فلان لو فلان رئيس وزراء، فلان الذي يعين لو فلان الذي له، وهذا بتقديري خلاف على أوراق شجرة وليس على جذورها وسيقانها وأغصانها. المشكلة الأساسية الآن أشرت لها المحكمة بشكل واضح، وهو أن هناك عملية تعطيل، وعملية التعطيل يجب أن تحل بالسياقات الدستورية. هذا ما جاي يصير مورد اتفاق، يعني لا زالت القوى السياسية تلعب لعب صبيان، تلعب لعب غير مسؤول، تضيع المصالح الوطنية العليا
بناء على الدفاع عن قناعاتها وعن قناعات زعمائها وعن بل مو المصالح الوطنية العليا أستاذ كامل، بل حتى مصلحة المواطن. واليوم المحكمة أشارت صراحة إلى هذا التوجه باعتبار أن النائب منتخب من قبل الشعب، وبالتالي يؤدي دوره كنائب يوفر متطلبات الشعب العراقي. ما جاي يؤدي، يعني هسه الآن رئيس مجلس النواب ما يقبل يعقد جلسة، تشكيل سياسي ما يقبل يحضر، مجموعة البرزاني عندهم شروط، مجموعة البرزاني عندهم شروط، نحضر بالبرلمان بشروط، نحضر بالجلسة بشروط، يردون شروط، يعني يفرضون شروط سياسية ومكاسب مقطعية أو آنية أو حزبية أو قومية إلى آخره حتى يحضرون جلسة البرلمان. هذا المشكل، أن البرلمان لا يملك يعني مخرجات العملية الانتخابية، لم تعد قادرة على إنتاج نظام قوي، ولذا ضروري جدا يعني ممكن القول أن الصبر على هذه الدورة بالذهاب إلى تعديلات دستورية، إما نظام رئاسي أو نظام شبه رئاسي، أو تحديد آلية واضحة لحساب الكتلة الأكبر وهي الكتلة الفائزة، حتى نلغي قضية إجبار الفائزين على الذهاب إلى تحالفات. هذا من يجبر الفائز على الذهاب إلى تحالفات حتى يصير رئيس جمهورية وحتى يصير رئيس وزراء، راح يضطر يقدم تنازلات من خارج أصل العملية، يعني أصل العملية راح يفقد بتوزيع المغانم والمكاسب لتشكيل التحالفات. وبالتالي في النظام مشكلة بنيوية يجب أن تحل، ويجب على السياسيين أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وترك المطالبات الصغيرة المطالبات الضيقة. يعني البلد بمشاكل دكتور أحمد، الآن عندنا مشكلة مخدرات، عندنا مشكلة طلاق، عندنا مشاكل اقتصادية، عندنا مشاكل سياسية، والسياسيين مشغولين. واحد يقول هذا العامري ليش بالإطار، اطلع من الإطار تعالوا وياي، واحد يقول تعال يا سيد مقتدى ارجعوا يانا للإطار حتى احنا نشكل حكومة. يعني مشغولية الطيف السياسي مو في لب المشكلة، توجد مشاكل حقيقية عميقة بالمجتمع، ولكن مطالب السياسيين في دائرة خارج دائرة الأهم وخارج دائرة الضروري وخارج دائرة البنيان الأساسي للنظام. إذن أكو إغفال دستوري أستاذ كامل، وهذا ما وضحته المحكمة، وأرجع لحضرتك بهذه الموضوع. ولكن أستاذ أحمد، يعني مع توصيات المحكمة الاتحادية اللي تشير ضمنا إلى أهمية عودة البرلمان إلى انعقاد جلساته وممارسة أعماله، وتواقيع النواب اللي جاوزت 180 تأييد لعقد هذه الجلسة، ما مدى تفاعل رئاسة المجلس مع هذه المطالب الواقعية اليوم؟ يعني ما ممكن تستمر هذه الجلسات إلى ما لا نهاية من عدم الانعقاد. أستاذ العزيز، المحكمة الاتحادية العليا رمت الكرة في ملعب مجلس النواب، وأعطته صلاحية بحل حل نفسه، وهذه صلاحية دستورية، هي أنه من المادة 64 من الدستور حدد آليتين كما ذكرت. الآلية لحل البرلمان دستوريا غير ممكنة بالطريقة اللي بالطلب من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، كون أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال. فالخيار الأوحد اللي وجهت به المحكمة الاتحادية هو حل مجلس النواب لنفسه، لأن ماكو غير طريق هو لحل هذه الأزمة والانسداد السياسي الحالي. فلذلك المحكمة قررت بأنه ترد الدعوة، وكما ذكرت أن رد الدعوة كان من ناحية الاختصاص، لكن بتوجيه بحل البرلمان، وتركت الأمر متروك لمجلس النواب دستوريا. طيب، يعني هنا أيضا يشير الأستاذ أحمد إلى المادة 93 من الدستور، واللي هي من اختصاصات المحكمة الاتحادية، وأيضا على المادة 64 أولا اللي هي حددت شكل الآلية الدستورية لحل البرلمان. نتحدث عن الإغفال الدستوري أستاذ كامل، كما استفت حضرتك وأيضا أشارت المحكمة في قرارها. نتحدث هنا أيضا عن استقرار العملية السياسية في العراق حسب توصيف المحكمة، بأنه يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولأي السلطة ما ممكن أن تتجاوز هذا الدستور، والمدد الدستورية ما ممكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وعليه يجب عدم مخالفة الدستور و اللجوء إلى عقد جلسات البرلمان حتى أكو استحقاقات دستورية يجب أن تتم. يعني هذا منطق وطني، منطق عقلي منطقي. يعني أنت تقول للناس أنتم اتفقتوا على قانون، أنتم صوتوا على قانون، أجيتوا دخلتوا بالعملية السياسية بناء على إيمانكم بهذا القانون وبما شكله هذا القانون من شرعية منحكم حق القرار وانتخاب الرئيس وانتخاب الوزراء وغيره إلى آخره.
لماذا لا تعملون بهذا النص الدستوري؟ المشكلة توجد بعض الفقرات الدستورية معومة في حال عدم تنفيذها، يعني نصوص الدستور لم تنص على عقوبات المجلس إذا ما أدى واجبه، إذا تجاوز السقوف الدستورية. هذا أكو فراغ بالنص الدستوري. المحكمة أشارت إلى الفراغ الدستوري من وجهة أخرى، من وجهة أنه يجب حل البرلمان إذا أخل بانتظاماته كذا، باعتبار أن هذا الفراغ الدستوري المحكمة تبني. المحكمة قالت ماكو فراغ دستوري فيما يخصنا إحنا، إحنا كمحكمة عندنا اختصاصات، في اختصاصاتنا ماكو حل برلمان، فبالنسبة أن الموضوع منتفي يعني خارج صلاحية المحكمة. ولكن هذا الرأي هو رأي يعني اعتبر البعض أنه المحكمة توصي، هذه التوصية هي غير ملزمة من الناحية القانونية. طيب. هي ليست أمرا بحل البرلمان، لأن المحكمة لا تملك هذا الأمر، ولكن أشارت إلى أن الإخلال بالوظيفة الأساسية للبرلمان تؤدي إلى حله باعتباره لا يؤدي. هذا المعنى معنى منطقي، معنى علمي، معنى قانوني، ولكنه غير منصوص عليه دستوريا. المشكلة الآن أن الذين يتمثرسون بالتعطيل لأنه لا توجد عصا دستورية تضربهم على رؤوسهم، لا يوجد نص دستوري يجرمهم، لا يوجد نص قانوني. يبقى ضمير الشعب وضمير الناس، الناس جاي يشوفون اللي جاي يتلاعبون، المفروض بالدورة الأخرى ما ينتخبوهم، المفروض يخسرونهم، المفروض يحولونهم مكان ما يكونون إلى قوة مؤثرة بأعداد كبيرة من النواب، المفروض يخلصون أعدادهم. هذا دور الوعي الجماهيري، بس ليمتى يعي جمهورنا وليمتى يدرك وليمتى ينتصر على الدعاية الانتخابية للأحزاب؟ هذا متروك للمستقبل، هذا أمر ما معلوم. المهم الآن توجد مشكلة ويوجد توقف، هذا التوقف يجب أن ينتهي. الإطار بمجموع النواب اللي يملكهم ما يملك إمكانية تشكيل الثلثين. لو كان يمتلك إمكانية تشكيل الثلثين كان ضغط على رئيس البرلمان وأجبره، وكان ضغط على رئيس الجمهورية وأجبره، وكان ضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لتقديم مرشح متفق عليه أو الذهاب إلى التصويت. ولكن المشكلة أن الجلسة الأولى التي تعين رئيس الجمهورية غير متوفرة للإطار التنسيقي، وبالتالي هو هذا الانسداد الذي في الأنظمة الديمقراطية بالعالم يحلوا البرلمان، يذهبون إلى حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة. طيب. المشكلة الآن مشكلة الحكومة، الجمهورية هي العقدة قبل الحكومة يعني؟ لا، هي مجموعة عقد، هي مجموعة عقد تتخادم فيما بينها فيتوقف الانسداد. مثلا لو القادة الكرد متفقين الآن وجوا يحضرون بالبرلمان، الجلسة الأولى تحدث، حينما تحدث الجلسة الأولى ممكن أن يعين رئيس جمهورية، ممكن أن يعين رئيس وزراء. حينما يعين رئيس وزراء ممكن أن تشكل حكومة، وممكن أن تكون هذه الحكومة باتفاق وطني إلى مدة معينة تجري انتخابات. كل العقد ممكن أن تنحل إذا تبدأ العجلة تتحرك، ولكن توجد عرقلة متعمدة للعجلة من الحلبوسي ومن البارزاني ومن سيد مقتدى الصدر، وكأنما تحالفهم الثلاثي قائم على شلون الثلث المعطل ما خلانا نشكل حكومة، احنا هم راح نستعمل الثلث المعطل لعدم تشكيل حكومة. تبقى ضمير النواب ووعيهم اذا قدروا يتفاهمون ويتخلصون من هذا الانتماء الحزبي ويفضلون مصلحة الوطن للذهاب الى حلول وطنية، يبقى هذا متروك الكرة في ملعبهم، ويعني ولو بالمنظور الواقعي الان لحد الان الانسداد قائم. استاذ احمد، نتحدث عن دعا الشهر وننتظر قضية ما بعد الانتخابات واكمال الاستحقاقات الدستورية، وهنا أيضا نتحدث عن قرار المحكمة اللي يتضمن العديد من الفقرات. هسه الحكم في خانة وناقشنا، ولكن كثير من الفقرات هل تعتبرها أن هذه رسائل مبطنة من لحاظ النظر من قبل المحكمة للكتل السياسية، باعتبار المحكمة اختصاصاتها هي أيضا سياسية تحل القضايا السياسية، أم أن هذه المتون ربما غير معنية بها الكتل السياسية؟ نعم، المحكمة الاتحادية اختصاصاتها واضحة ضمن الدستور، بالرغم من أنه أكو تجاوزات للمدد الدستورية اللي نص عليها الدستور، لكن المحكمة لا تستطيع أن تفرض على مجلس النواب أو الحكومة باتخاذ إجراءات معينة. المحكمة الاتحادية صلاحياتها واضحة من ضمن الدستور، وإذا لو كان أنه تفرض المحكمة حل مجلس النواب أو اتباع إجراء آخر يتدخل السلطة التنفيذية أو يعتبر هذا خلاف الدستور، لأن الدستور في المادة 47 نص على مبدأ الفصل بين السلطات. فلذلك المحكمة الاتحادية بقرارها يعني يوجد توصيات وتوجيهات
واضحة وذلك لحل الأزمة الحالية. فقرار المحكمة هو قرار صائب وقرار يعني لا ما مايل إلى جهة معينة، قرار سليم من الناحية القانونية، وحل مجلس النواب هو بالحل نفسه هو الطريق الأوحد الذي اتبعته المحكمة الاتحادية من خلال التوصية في قرارها. طيب أستاذ كامل، يعني هسه نحكي على الحلول السياسية، هل هذا الحل متعلق بيد رؤساء الكتل السياسية أم أن النواب عندما يكون لهم تمثيل برلماني من قبل الشعب هم المعنيين بهذا الحل؟ يعني واضح جدا أن هنالك مجموعة من النواب يعني لا تعتقد بأن هذا المجلس هو مجلس الشعب ولا هم نواب شعب يعني. ومثل مثال الانسحاب مال 73 نائب، انسحبوا بقرار السيد مقتدى الصدر. شنو الشعب خطية محاكي قايل موصيهم؟ زين الشعب مو أمس انتخبكم؟ أنتم من وافقتوا رأسا السيد أصلا ما قال للنواب، قال للحسن العداري، قولهم خلي يقدمون استقالاتهم هم رأسا كتبوا ووقع. فوين الشعب بهاي القضية؟ واضح جدا مزاج رئيس الكتلة ورئيس التيار هو هذا. هذه يعني تنطيك صورة واقعية عن مدى التزام هؤلاء النواب بالمسائل بالمصالح الشعبية ومصالح الوطن ومصالح البلاد. رئيس الكتلة عندهم هو هذا اللي يقول. آخرين نواب طلعوا يقسمون بالقرآن أنه يسمع وزير، هو يسمع رئيس الكتلة وما يطيع أي واحد غيره. زين أنت راح تقسم باكر بمجلس النواب أنه هذا رئيس الوزراء وأنت مصلحة العراق، شلون اليوم تقسم بالقرآن على رئيس كتلتك؟ فيوجد يعني تنزل كبير في مستوى هذه الشخصيات التي يقال عنها أنها نواب الشعب، يعني يوجد تنزل كبير. أنا ما يعني ما أهاجم النواب كلهم ولا أقول كل النواب هيك، ولكن هاي النماذج التي ظهرت على الساحة في هذه الدورة الأخيرة النماذج يعني تعطي انطباع سيء عن الوضع. يعني ما يعني النواب لا يرفعون الرأس، لا يمكن أن تتباهى بهم أمام شعوب العالم تقول إحنا عندنا مجلس وعندنا انتخابات وعندنا نواب. يعني موقع يعني مسيء للنواب ومسيء للبرلمان ومسيء لأي عملية انتخابات. ناس يعني مرتبطة معيشتهم بالرئيس، وش يقول الرئيس يطيعوه ينفذوا له، لا قناعة ولا مصلحة. يعني كانت في الدورات السابقة أنا سامع من هواي من القادة السياسيين يوصل نوابهم يقول لهم إذا تقتنعون بشي صوتوا حتى لو رأي الكتلة غير ذلك. الآن ماكو هذا الشيء، يعني كتلة جايبينهم وش يقول لهم الرئيس ينفذون. فهذه خلل بنيوي في مستوى انتخاب النائب. هذه هم أيضا مسؤولية شعبية، يعني الناس عليها أن لا تنتخب إماعات، عليها أن تنتخب شخصيات المجتمع معروفة، الشخصيات الجيدة، العوائل الكريمة، الأكاديميين المتخصصين، القوى السياسية الوطنية، شخصياتها معروفة للأسف. ولكن جاي يتم ترويج الكتلة الانتخابية والحزب والمجموعة والرئيس، وتمضي الانتخابات لكي تأتي لنا بشخصيات. ما يعني الآن افترض مثلا أكو عندنا بس الإطار جامع لـ 180 170 190 نائب، البقية يعني ما ممكن فد 30 نائب يقولون يابا يا كتلنا السياسية ترى عقد جلسة للبرلمان ضروري، ترى احنا نواب انتخبنا الشعب حتى نمشي عمل البرلمان، ما يقدرون يفرضون على رؤساء كتلهم ان يحضرون مجلس النواب ويخلوا رئيس الجمهورية يصير ورئيس وزراء يصير وتشكل حكومة وتنكتب موازنة. هاي الاشياء مو ضرورية للناس؟ مصلحة الناس مو ضرورية؟ ليش ما عدنا من اصل 140 نائب، ليش ما عدنا 30 نائب يفكرون بهذه الطريقة السليمة حتى يلتحقون بعدد النواب المطالبين بعقد الجلسات وينضى؟ توجد مشكلة بنيوية في مستوى هذا الأداء، في مستوى هاي الشخصيات، في مستوى هذا هؤلاء الناخبين اللي انتخبوا ذولا وجابوهم. طيب يعني أستاذ أحمد، لما يشخص السيد الكناني هذه المشكلة البنيوية، ويعني حتى حضرتك نوهت أنه الدعوة ردت لأنه ليست من اختصاص المحكمة الاتحادية وتخل بمبدأ الفصل بين السلطات، بالتالي هل أراد السياسيون كسب مزيد من الوقت عندما تذهب هكذا دعاوى ولتنظر أمام المحكمة؟ السياق معروف أستاذ العزيز أنه الدعاوى تقام أمام المحكمة الاتحادية وينتظر إجابة الخصم عليها وتحدد موعد المرافعة، فهذا السياق طبيعي. يعني الوقت اللي تفضلت به لتنظر المحكمة الدعوى المقامة أمامها، فهذا الوقت هو قانونيا يعني أن نرى أنه مثل ذكرت أنه الدستور حدد الآليات والمحكمة ملزمة بتطبيق الدستور كونها هي المحكمة الدستورية، و
والطعون التي تقدم أمامها طعون دستورية. فمن ناحية اختصاصها حسب المادة 93 من الدستور لا تستطيع أن تعطي قرار بحل مجلس النواب، كون أن لا يوجد في الدستور غير الآليتين التي ذكرتها قبل قليل لحل مجلس النواب. وبالتالي ليس من صلاحيات القضاء ممثلا بالمحكمة الاتحادية العليا القيام بحل البرلمان، لأنها تفقد في ذلك السند القانوني والدستوري حيث لا اجتهاد في مورد النص الذي ذكرناه سلفا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد مكية الباحث في الشأن القانوني، أثريت الحوار في هذا الملف. وتفضل البقاء معي أستاذ كامل الكناني كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة مجددا حياكم الله. مشاهدي الأحبة، قد ما يختلف المؤمنون حول قضية نصرة القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية ومبادئ النهضة الحسينية نقاط وحدة والتقاء بين جميع الناس من كل جنس وبلد ودين، وهذا ما سلط عليه المؤتمر الأضواء من خلال محاوره التي تمت مناقشتها بمشاركة 250 شخصية علمية وفكرية وثقافية بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ودار الإفتاء العراقية بجدول أعمال منظم. إذن مشاهدين الأحبة، زميلنا من كربلاء المقدسة منتظر الأسدي عدنا التقرير التالي، نتابعه وبعدين نفتح محاور الحديث مع ضيوف الكرام. أقامت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة مؤتمر نداء الأقصى الدولي، ولأول مرة في كربلاء المقدسة بحضور أكثر من 50 دولة وبمشاركة شيوخ عشائر العراق. الحقيقة نحن نشعر لأن عندنا ارتباط وثيق مع الشعب الفلسطيني ومع القدس، لأن القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، فنعتقد أن هنالك ارتباط وثيق بيننا وبين الشعب الفلسطيني. فجئنا هذا اليوم ملبين الدعوة اللي إجتنا من مؤتمر نداء الأقصى، لأن نحن مشاركين بهذا، ونعتقد أن وجود الكيان الإسرائيلي في جسم الأمة العربية هو وجود غدة سرطانية، فنعمل جاهدين نحن والمقاومة الإسلامية لأجل إزالة هذه الغدة السرطانية. فيما أكد الشيخ محسن الآراكي أستاذ البحث الخارجي في الحوزة العلمية عن دعمه الكامل إلى أهل القدس المحتلة. وبين الحسين سلام الله عليه وبين ولده المهدي الإمام الذي ننتظره، هذه الوشيجة القريبة، لأن المهدي يأتي سلام الله عليه لكي يحقق ذلك الذي قام من أجله الحسين، وينتصر الحسين حينئذ والمهدي ينطلق من أرض الأقصى. ففي الحديث الصحيح الذي رواه السنة والشيعة ورواه الفريقان أن المهدي ينطلق من الأقصى ليعلن رسالته العالمية، وإن كان يبدأ من مكة المكرمة ويأتي إلى أرض الكوفة، وفي الكوفة تلتحق به جموع الأنصار وجموع المجاهدين، لكن إطلاقه للدولة الإسلامية العالمية إنما يتم من الأقصى. فهنا نعرف العلاقة بين الأقصى وبين الحسين الذي ثار من أجل الدفاع عن البشرية وثار من أجل الدفاع عن القيم العليا، والمهدي الذي سوف يأتي ثائرا وسوف يأتي منتقما لدم الحسين سلام الله عليه، وسوف يأتي لكي يحقق الأهداف التي قام من أجلها الحسين سلام الله عليه في ثورته الخالدة. أكيد يعني اليوم هم نتمنى من كل العتبات المقدسة بالعراق أو خارج العراق تنصر هذا الموضوع اللي هو أنه موضوع نصرة القدس. كل العتبات عتبة واحدة، حينما نقول عتبة حسينية يعني هي العتبة العلوية، وهي العتبة الكاظمية، وهي العتبة العسكرية، وهي العتبة الرضوية، وهي عتبة كل أئمة سلام الله عليه، وهي عتبة أكيد البيت. دليل اليوم على تمسك ووحدة الإسلام. هكذا العتبات كلها عتبة واحدة، لأن الأئمة كلهم نور واحد. وكما أكد المهرجان على المظلومية التي يتعرض لها أهالي القدس الشريف، ويجب علينا السير على نهج الإمام الحسين عليه السلام في نصرة المظلوم. من كربلاء المقدسة منتظر الأسدي، قناة الأيام الفضائية.
مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه، وجدد ترحابي بضيفي الكريم الاستاذ كامل الكنان، حياكم الله استاذ كامل. حياك الله، مرحبا. وينضم معي عبر سكايب الشيخ اديب ياسرجي، امين سر الملتقى العلمائي من اجل فلسطين، حياك الله فضيله الشيخ. ابدا مع حضرتك استاذ كامل، لما تكون هنالك داله زمانيه وداله مكانيه، الزمانيه هي ايام الاربعين للحسين عليه السلام، والمكانيه هي كربلاء المقدسه، والدالة الموضوعية هي مبادئ النهضة الحسينية ودورها في تحرير القدس وثورة الشعب الفلسطيني، عندما تجتمع هذه العوامل وتكون هذه مدخلات، فما المخرجات المتوقعة حسب وجهة نظر حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة هو يعني يوجد تداخل بنيوي في مركبات القضية اللي تفضلت بها، يعني المكان والزمان والقضية ليستا منفصلتين عن، او ليستا منفصلا جميعا عن اصل العقيده. يعني احنا في اسلامنا، في ديننا، في رسالتنا، حينما تاتي التضحيه، تاتي التضحيه لاهداف عظيمه، لاهداف كبيره. وهذا الدم المهدور في كربلاء المقدسه هو امتداد لدماء حركه الانبياء الذين يريدون تحرير الانسان من الظلم والطغيان. فحينما توجد قضيه ظلم وطغيان وقسوه و استهتار بالقيم الإنسانية، يجب أن يكون هنالك حسين دائم ورفض دائم وكربلاء دائمة وأربعين دائمة. المشكلة هنالك محاولات تضييق الفهم الإسلامي وتقليل الفهم الديني، وحصرة في دوائر صغيرة، حصرة في مسائل مراسمية طقسية، حتى يروح روح الدين. جوهر الدين هو مقاومة الظلم ومواجهة الاستكبار ومواجهة الطغاة. فحينما تجتمع اليوم في كربلاء المقدسة في مناسبة حسينية في يوم الأربعين نخبة من العلماء والمفكرين لإحياء جانب من جوانب القضية الفلسطينية، طريق، فكرة، مناقشة، هي بالتأكيد تمثل إحياء لروح الدين، لروح النهضة الإسلامية الحقيقية، لنهضة حركة الأنبياء. نهضة حركة الأنبياء بالأصل هي قادمة لتحرير الإنسان. فحينما تأتي وتصطدم بمستكبر وطاغي وظالم وتتجاهله وتذهب إلى إجراءات تقصية، نكون قد انحرفنا عن الدين. إذن ما يجري هو عملية إحياء ديني، إحياء عقيدي، إحياء رسالي، إحياء الإنسان يرتبط بمسيرة الله، فيبدأ يعبر عن رفض الظلم في كل مكان. وأبشع صور الظلم الآن المعاصرة هي ظلم القضية الفلسطينية، ظلم الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني الآن شعب موجود ولكنه رسميا مغيب بكيان لقيط اسمه إسرائيل، وضع على خريطة العالم، شطبت فلسطين وكتبت إسرائيل، اعتبرت تل أبيب عاصمة. لحد الآن طبق قرارات مجلس الأمن نفسه، القدس عاصمة يجب أن تتحرر، الكيان الصهيوني يجب أن ينسحب من القدس ضمن قرارات مجلس الأمن الدولي نفسه، نفس هذه المنظمة الدولية. ولكن الهيمنة الأمريكية ألغت هذه وسووا القدس عاصمة للكيان الصهيوني وسووا دولة يهودية. يحاربوننا بذريعة فصل الدين عن السياسة ولكنهم يدعمون يهودية الدولة في الكيان الصهيوني. فإذا هذا المثال من الظلم الواضح، هذا حقيقة يجب أن تقاوم من كل مؤمن. كل مؤمن على الأرض يجب أن يقاوم ويجب أن يرفض ويجب أن يستنكر. ولذا أنا أحيي الأخوة العلماء من 60 دولة من العالم الإسلامي، هذا العدد الكبير، جاءوا للتعبير عن هذه القضية، عن ارتباط هذه القضية. هذه القضية ليس فقط حصرا بكربلاء ولا حصرا بالمذهب الشيعي ولا حصرا بالإمام الحسين، بل هو إثبات أن الحسين ثائر عالمي، وإثبات أن التشيع هو رسالة الله لأهل الأرض لرفض الظلم، وإثبات أن قضية القدس وقضية فلسطين هي أكبر ظلامة على الأرض يجب أن يقف الجميع في مواجهته. طيب فضيلة الشيخ أديب ياسرجي، أجدد ترحابي بحضرتك. نتحدث عن الحكومات التي بدأت تهرول نحو التطبيع وأصبح أمرا طبيعيا، ولكن للأسف أصبح من غير الطبيعي أن يكون هنالك تيارا ضد عملية التطبيع. يعني أمرا ليس بالسهل، من 60 دولة 250 شخصية علمائية تجتمع في مؤتمر دولي لنصرة هذه القضية وربطها بالقضية الحسينية، كيف تنظر إلى هذه المفاهيم؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم على هذه الإضاءة على هذا الحدث، والذي كما ذكرت له عدة شعب أو عدة جوانب تجعله دوليا بكل معنى الكلمة. ليس دوليا لأنه فقط يضم قوائم تشارك 60 دولة من مختلف أنحاء العالم ومن مختلف الأديان، ليس فقط من اختلاف مذاهبهم، ولكن مسلمين ومسيحيين
وحتى وذيين اجتمعوا جميعا في كربلاء هذه المدينة التي ارتبط وجودها بشخصية عظيمة، شخصية نيرة، بشخصية مشرقة عظمة ونور وإشراق القرآن الكريم، لأن الحسين سلام الله عليه هو بضعة رسول الله الذي هو قرين القرآن. الحسين عليه السلام هو حامل لرسالة القرآن الكريم الذي هو رحمة الله للعالمين. عالمية هذا اللقاء تأتي من اقترانه كما قلنا ليس فقط بعدد الأشخاص ولا عدد الدول التي يمثلونها والتي جاءوا منها، ولكن من اقترانه بقضيتين أساسيتين هما في الحقيقة قضية واحدة. القضية الأولى هي قضية النهضة الحسينية التي تمثل النموذج الرائد على الصعيد الإنساني والصعيد العالمي لشخص تجاوز كل الأنانية وتجاوز نفسه وتجاوز أهل بيته وقدم كل ذلك فداء من أجل الإصلاح، من أجل الخير، من أجل الصالح العام، من أجل دفع الظلم وإقامة العدل. والأمر الثاني هو القضية الفلسطينية التي تمثل في هذا العصر ومنذ 100 عام من قلت وحتى على القضايا التي يغيب فيها العدل ويغيب فيها الإنصاف وتغيب فيها الحقوق ويغيب فيها كل معنى وكل قيمة إنسانية سامية لصالح الاستكبار ولصالح القتل ولصالح التدمير. بالعودة إلى سؤالك حول التطبيع الذي نقوله، حقيقة إن التطبيع ليس هو التيار الغالب وليس هو التيار الأقوى، قد يكون هو الأظهر إعلاميا بسبب سيطرة هؤلاء المقطعين ومن يتبعون على الإعلام، لكن الحقيقة أن التيار الغالب والتيار الأقوى والتيار الأكثر تجذرا في الأرض وفي الإنسان هو التيار الذي يرفض التطبيع. هل يمكن لك لأي إنسان مهما حاول ومهما أوتي من القوة والمال على سبيل المثال أن يجمع 20 مليون إنسان من كل حزب وصوت في تأييد قضية يأتون من أجل أن يعلموا ولاءهم إليها ويبذلون الأموال ويتحملون المشاق والمتاعب في ظروف مناخية وظروف جغرافية ليست سهلة؟ هل يمكن لأي مال في العالم أن يجمع مثل هؤلاء ويدفعهم لأن يأتوا بحب وشوق وفداء وعيونهم تسيل منها الدموع وقلوبهم تخفق؟ لا يمكن للمال ولا للقوة ولا للسلطان أن يفعل ذلك، لكن الإمام الحسين بما يمثله من معان ومن قيم ومن مبادئ وبسبب ارتباطه بالقرآن الكريم وبسبب ارتباطه برسالة الله التي هي رحمة الله للعالمين، الإمام الحسين يستطيع أن يفعل ذلك. وهؤلاء الذين يرتبطون بالإمام الحسين والذين يشكلون ظاهرة بشرية لا يمكن أن نحدها لا بمذهب ولا حتى بدين ولا بقومية ولا بجنس ولا باتفاق. هؤلاء جميعا إذا سألتهم واحدا واحدا فردا فردا ما تقولون في هذا الكيان الذي فيما يسمى التطبيع معه وقبوله كوجود طبيعي في هذه الأرض وبين الدول، لن تجد على الإطلاق واحدا منهم يقبل بذلك. هؤلاء الناس هم الذين يمثلون. طيب فضيلة الشيخ اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذ كامل الكناني حتى الواقع وليس غيره. طيب اسمح لي فضيلة الشيخ أستاذ كامل يتحدث ضيف الكريم عن هذه المفاهيم، وأيضا المؤتمر تناول العديد من المحاور، تحدث عن التطبيع ولم يغفل دور الإعلام في
في القضية الفلسطينية. وهنا نفرق بين الإعلام الجماهيري ونقل هذه الرسالة الاتصالي والإعلام الجمعي، الجموع والحشود الزائرة إلى مدينة كربلاء المقدسة واطلاعها أيضا على هذه القضية الفلسطينية وعلى بعض وقائع المؤتمر. كم يعني تعطي للإعلام دورا في ترسيخ هذه المفاهيم؟ يعني هو مو بس الإعلام، الإعلام عنصر مهم جدا، ولكن يوجد توسعة كبيرة جدا في وسائل نقل المعلومة الآن. الآن ممكن كل مواطن أن يشكل فضائية، الآن كل موقع انترنت ممكن أن يشكل وسيلة إعلام هادفة قادرة على إيصال الحقيقة. القدرة الإعلامية التي كانت تهيمن على وسائل الإعلام وتروج ما تريد لم تعد تملك العالم بهذا الاستحكام. يعني حصلت بسبب اتساع وسائل الاتصال وتنوع وسائل الاتصال وانفتاح العالم على بعضه وتحول إلى مقهى صغير أو إلى قرية صغيرة كما يقولون في أدبيات العولمة، كان هنالك أو أصبح هنالك متاح كبير لنقل الحقائق، لكشف التضليل، لكشف الخداع الإعلامي الذي كانت تقوده وسائل الإعلام الصهيونية وتخدع العالم به. الآن هنالك فرصة ومتاح كبير للتنور بهذا بالحقائق، ويشكل عقد مثل هذه المؤتمرات، دعم مثل هذه المناسبات الدينية الكبيرة، نقلها عبر وسائل الإعلام أدوات مهمة من أدوات التوصيل للحقيقة لكي تعي الناس حقيقة المشهد. الآن يعني في كل عواصم الدنيا توجد مظاهرة أربعينية مع الأحجام المختلفة، ولكن حينما تنطلق في لندن مثلا مظاهرة أربعينية ويتساءل الناس ويتم تعريف الناس بقضية الحسين ويتم تقديم هدايا بسيطة أو طعام بسيط أو شراب بسيط ومعه صورة أو فكرة أو كلمة، هذا بالتأكيد ينبئ عن عالم متغير، عن عالم لم يعد مهيمنا عليه من قبل محور الإعلام الصهيوني. وأنا أعتقد أن عقد مثل هذه المؤتمرات، إدامة مثل هذه المؤتمرات بهذا التنوع الكبير، يعني سماحة الشيخ أشار إلى أن القاعدة الكبيرة للعالم الآن ليس للتطبيعيين وإنما للمقاومين، ولكن مثل هكذا مؤتمرات، مثل هكذا حضور نوعي علمي متنوع من كل أديان العالم، من كل مذاهب العالم، من كل دول العالم، بالتأكيد يعطي رسالة واضحة إلى أن يعني الحق قادم، أن الحق أبلج، أن التضليل لم يعد ممكنا، أن هنالك فرصة، الإنسان العاقل يستطيع أن يعي ويستطيع أن يدرك. قبل كان هنالك تجهيل، ولكن الآن أسوار التجهيل تحطمت، يعني هنالك فرصة لإيصال هذه المعلومة، وتمارس وسائل الإعلام إذا ما انطلقت بمسؤولية دورها الكبير في هداية الناس وكشف الحقائق ورد التضليل والتشويه الإعلامي وغير ذلك. طيب فضيلة الشيخ ياسرجي، نتحدث أيضا عن ما يعني ناقشه المؤتمر، هو دور العراق دولة وشعبا في الوقوف ضد التطبيع والدور المحوري على نصرة القضية الفلسطينية. كيف تم مناقشة هذا الموضوع بحضور هذه الشخصيات العلمائية والفكرية؟ نعم، يعلم المحاولات التي تجري تحت غطاء وتحت رماد من أجل جذوي العراق العزيز والغالي والأبي والشريف إلى مستنقع التطبيع. الحقيقة من المؤكد لكل من يعرف العراق ويأمره ويعرف أهله أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل بإذن الله سبحانه وتعالى. من جملة العوامل التي تؤكد ذلك تاريخ العراق الكبير في دعم القضيات الفلسطينية. أنتم تعلمون أن القضية الفلسطينية لم تبدأ عام 1948 عند إعلان قيام الكيان الغاصب المسمى إسرائيل، لكنها تعود إلى أكثر من نصف قرن قبل ذلك. يمكننا أن نتحدث عن اتفاقية سايكس بيكو عام 1915 التي مهدت، وأيضا عن وعد بالفور 1917، ثم عن الانتداب البريطاني أو الاحتلال البريطاني لفلسطين وثورة 1920، ثم ثورة 1936، وقبل ذلك المؤتمر الإسلامي العام في عام 1931. يمكنني أن أقول والوثائق موجودة ومتاحة للجميع أن العراق كان حاضرا برجاله ومفكريه وأدبائه وصحافته وجمعياته وشعرائه، كان حاضرا منذ ذلك الوقت المبكر
في الدفاع عن فلسطين. هناك محطات مضيئة كثيرة يمكن أن نتكلم عنها، والحملة العالمية للعودة إلى التي هي عضو أساسي والتي هي شريك أساسي في تنظيم هذا المجتمع، تحضر منذ 6 أشهر لإنتاج فيلم بعنوان العراقيون وفلسطين. يمكنني أن ألقي الضوء على محطتين أو 3 محطات فريدات في هذا المجال. المحطة الأولى في دقيقة لو سمحت فضيلة الشيخ حتى نوزع الوقت بشكل في دقيقة لو سمحت فضيلة الشيخ. المحطة الأولى هي محطة 1931 عندما شارك العراقيون بوفد عالي المستوى في المؤتمر الإسلامي العام الذي عقد في القدس الشريف، وكان يتقدم هذا المؤتمر شخصيتان كبيرتان عظيمتان ربطتهما صداقة كبيرة ومحبة عظيمة وشراكة عمل. الأول هو المرجع أو العلامة الكبير الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء رحمه الله، والثاني هو مفتي الموسى السيد محمد حبيب العبيدي. طيب. إضافة إلى شخصيات أخرى. المحطة الثانية التي شهدت أول مشاركة عسكرية للعراقيين في القتال في الجهاد في فلسطين هي ثورة 1936. إذن العراق عريق، لا يمكننا أن نسرد ولا أن ننقذ مشاركة العراقيين في فلسطين بمحطات صغيرة. يمكننا أن نتحدث طيب. ولا زالت المحطات مستمرة فضيلة الشيخ، يعني دعني أمنح الدقيقة الأخيرة للسيد كامل الكناني. 1934 وحرب 1973 ثم النشاط الفدائي، وإلى يومنا هذا قدم العراقيون الكثير من الدماء والأموال. ولكن هنا أيضا على دور الشباب أيضا أستاذ كامل، تم التركيز على دور الشباب لأنه يجب توفير مصدات فكرية لعدم تمييع هذه القضية في ذهن الشباب، لربما العدوان الإسرائيلي يحاول اللعب على هذا الوتر وتأتي الأجيال وتنسى القضية الفلسطينية. يعني أستاذ أحمد، أشار الشيخ إلى تأريخ للعراقيين بهذا الخصوص، ولكن أنا أقول أن القضية لا علاقة لها بالجغرافيا العراقية، القضية لها علاقة بجغرافيا الإسلام. حيثما يوجد الإسلام، حيثما توجد الحركة الإسلامية، حيثما يوجد الوعي الإسلامي، حيثما يوجد الالتزام الديني، حيثما يوجد الإيمان بالله، المؤمن يعني أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقود الكون، هو الذي يدور، هو الذي يدير الكون. حينما تعتقد بهذا الاعتقاد وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ماض غالب على أمره ولو كره الكافرون ولو أن الآخرين لا يشعرون، ترتقي إلى مستوى أن تتحول إلى أداة في المشروع الإلهي. يعني قطرة ترتبط ببحر، هذه القطرة التي ترتبط ببحر لا تخشى هذه الأحداث الدنيوية، متاع قليل. هذا الوعد اللي الله سبحانه وتعالى وعدها ونصر المؤمنين، هذا وعد حقيقي. الحالة العراقية هي جزء من حالة الإيمان، حالة من الصحوة الإسلامية العالمية التي اجتاحت المنطقة منذ يعني السبعينات والثمانينات بعد انتصار الجمهورية الإسلامية، بعد حركة شهيد الصدر في العراق، أصبحت هنالك صحوة إسلامية تمتد بجذورها وبأغصانها إلى كل مناطق العالم الإسلامي. فقضية فلسطين قضية إسلامية، أصبحت جزء من الضمير العراقي، أصبحت جزء من الهم العراقي، أصبحت جزء من التداول اليومي، يعني الخبري، وليس فقط الخبري بالمعنى الإعلامي، وإنما بمعنى الاهتمام والمشاركة والمدافعة. وبالتأكيد أن هذا يمهد لدور العراقيين القادم في تحرير القدس، وهنالك روايات كثيرة تشير كما أشار بعض المتحدثين في المؤتمر إلى أن ارتباط قضية القدس بالإمام المهدي أنه يبدأ حركته من مكة ثم إلى الكوفة ثم إلى القدس. فعلى يعني أكيدا أن هنالك قوة كبيرة مشاركة من العراقيين في تحرير القدس بقيادة الإمام المهدي عجل الله فرجه. إذن نحن أمام مستقبل واعد، أمام مستقبل لنا ثقة به، لأن الله
هو الذي يديره، وهذا الأمر لا علاقة له بالجغرافيا الوطنية العراقية، بل له علاقة بالجغرافيا الإسلامية وحيثما يوجد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ كامل الكناني. شكرا لك، حياك الله. الخبير الإعلامي والكاتب والمحلل السياسي، وشكر كثير لحضرتك فضيلة الشيخ أديب ياسرجي أمين سر الملتقى العلمائي من أجل فلسطين، شكرا لانضمامك إلينا عبر سكايب، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. لقاؤنا في الغد يتجدد بمشيئة تعالى، في أمان الله.